هل معانا ام ياسين؟ معانا السيده ام ياسين، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ايوه يا عم، ازي حضرتك؟ نعمه وفضل الحمد لله. كل عام حضرتك طيب والصحه والسلامه يا رب. وحضرتك طيبه وبخير وبسلامات. ربنا يخليك. بقول لحضرتك انا بنتي متجوزه بقالها سنه. متجوزه بقالها سنه. طيب. وبعدين رمى عليها اليمين حوالي مش اقل من 8 مرات. ما شاء الله. ما شاء الله، ده داخل مسابقه ده بقى. وقلنا خلاص الموضوع مش، رحنا دار الافتاء وحلينا، بس خلاص بقى دي كانت اخر حاجه. فدلوقتي اللي انا عايز اعرفه دلوقتي، الحاجه اللي في العايمه دي هل من حقنا ولا لا؟ هو من حقكم ان انتوا تصلحوا بينكم. يعني انا عايز اقول لك حاجه، باعتبارك انت الام الحنونه، اسمعي بس يا حاج، باعتبارك ان انت الام الحنونه، واحنا طول عمر الستات، طول عمر الامهات بتساعد البنات ان هي ما تخربش على نفسها، حضرتك خليهم هما الاثنين يجونا على مركز الارشاد الزواجي في دار الافتاء المصريه. ارجوكم ما تتسرعوش، ارجوكم كفايانا طلاق. ده دي مش اسمعي بس استاذه ام ياسين، الطلاق بسرعه ده مش جدعانه ولا نصره للبنت ولا خراب. ده اسمه ايه؟ الطلاق ده، وخاصه في السنه الاولى. احنا بقى عندنا خبره في مساله حديث الزواج. الناس في اكتر حالات الطلاق بتقع في السنه الاولى. اللي حضرتك شايفاه ده هو ممكن يكون شاب، ما عندوش نضوج وعنده رعونه، ممكن يكون كده. وممكن تكون بنتك كمان بتروح للسلك العيان وتمسكه فتخليه يتعصب ويخرج عن ارادته. الاثنين ممكن يكونوا محتاجين علاج. وعشان كده في كتير من الاحيين بعض الناس اللي بيكونوا اتجوزوا بنقول لهم تعالوا احضروا معانا دورات المقبلين على الزواج. ليه؟ بحس ان هم ما كانوش مستعدين للجواز. حلو التعبير ده، مش هقول ان هم ما كانش ليهم جواز، لكن ما كانوش مستعدين للجواز، فبنروح نأهلهم عشان يرجعوا للجواز. وده اللي واجب علينا شرعا، لازم ندعم اولادنا مش ندمر حياتهم. لو سمحتم بلاش الأخطاء اللي احنا عملناها في تربية الأولاد نكملها وهم بيكونوا أسرة جديدة. فأنا رأيي لو بتسأليني إيه الواجب عليهم، يتفضلوا يروحوا المستشار عشان يساعدهم لحل مشاكلهم.